السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة كومبيوميد تعليمية. اليوم إن شاء الله هيكون عندي فكرتين. الفكرة الأولى هي طريقة عمل بطاقات تعريفية، طبعا بما إن إحنا في بداية العام الدراسي، فبيكون الطالب والمعلم بيحب المعلم يعمل زي كسر استراتيجيات، اللي هي كسر الجليد ما بينه وما بين الطالب. فمن ضمن هذه الاستراتيجيات إني أبتدي أتعرف على الطلبة بأسلوب ظريف، فأنا ممكن أنشئ أو أعمل أصمم بطاقات تعريفية أبتدي من خلالها أوزعها على الطلبة وأبتدي أتعرف على الطالب وأعرفه على نفسي. خلينا نشوف إزاي هنشئ البطاقات دي، وأيضا في الجزء الثاني من الفيديو هنتعرف على كيفية إنشاء أو تصميم، أيضا لو تعرفوا اللي هي الليبل أو الستيكرز حسب ما كل واحد بيسميها، الطابع اللي بيتم لصقه على الكتب أو دفتر المتعلم. طبعا كل واحد فينا بيحب يصمم الشخصيات، طبعا أطفالنا الفترة دي كل واحد فيه شخصية بيحبها أو في فيديوهات أو حاجات معينة شخصيات بيحبوها، كاركتر الأطفال بيحبوها، فأنا ممكن أصمم الطابع بالشخصيات اللي ابني أو بنتي بيحبوها. وأيضا هنشوف إزاي أنا ممكن أضيف صورة، هنشوف بعض الأفكار اللي ممكن نعملها لإنشاء الطوابع المدرسية. لو مهتمين بالموضوع تابعوا معايا الفيديو للآخر. والآن خلينا ننتقل إلى صديقنا الصدوق موقع كانفا. طبعا إحنا في فيديوهات سابقة هحطها لكم في أسفل الفيديو شرحنا إزاي أنا أنشئ حساب تعليمي في كانفا وإزاي أتعامل مع كانفا، إنشاء فيديوهات وإنشاء عروض تقديمية. هحط لكم الروابط كلها موجودة في القناة وموجودة أسفل الفيديو إن شاء الله. أول شيء في الواجهة بتاعت كانفا لما هاجي أشتغل من الأول كده هروح على Create Design، أوكي، أو إنشاء تصميم اللي هتكون موجودة عندي هنا، هضغط عليها. أنا التصميم اللي عايزاه هيكون طبعا بيطلع لي كل القياسات، أنا عايزة تصميم الـ A4 اللي هي ورقة الـ A4، أختار A4، هيظهر عندي تصميم بالشكل ده، ورقة فارغة. أنا هبتدي طبعا هنا عندنا تمبلت قوالب جاهزة، أنا هبتدي أدخل على التمبلت الموجودة عندي أو القوالب لو عندي الكانفا باللغة العربية، هضغط على قوالب وبعدين أنا هكتب إيه في السيرش عندي أو في البحث، فهكتب إيه، هوريكم أكتر من مسمى للبحث، ممكن أكتب سكول ليبل زي ما إحنا شايفين، هيطلع لي مجموعة كبيرة من السكول من الليبلز اللي ممكن أستخدمها، ونشوف إزاي ممكن نعمل عليها إيديت. ممكن كمان أختار student، أكتب student ليبل، شايفين برضو طلع لي مجموعة كبيرة من الليبلز اللي أنا ممكن أستخدمها، طبعا عندي حاجات الشكل المربع أو الأشكال المستطيلة. طيب إحنا دلوقتي بما إن إحنا عايزين نعمل بطاقة تعريفية هوزعها على الطلبة، فأنا مش محتاجة الشكل المربع، أنا خليني أختار شكل مثلا مستطيل وليكن، خلينا ننقي واحد كويس، مثلا نختار ده، تمام، الشكل اللي أمامي ده. أنا بختار شكل يكون فيه مساحات فاضية، أو حتى لو ما فيش مساحة فاضية ممكن شايفين الشكل اللي أمامي هنا كمان ده، ممكن add page تانية وأختار كمان تصميم زي ما احنا شايفين أهو. أوكي طيب أنا ببتدي عايزة أكبر حجم الليبل، أنا ممكن أعمل تحديد للكل وأكبر السايز بتاع الليبل شوية داخل الصفحة، ولو مش عايزة الخلفية عندي تكون باللون الأزرق عشان الطباعة، إن أنا هبتدي أعمل قص للإيه لكل ليبل، ممكن أضغط هنا وأختار الخلفية تكون باللون الأبيض، أنا مش محتاجة الخلفية الزرقاء عندي. أوكي وهبتدي إيه أشوف، أنا همسح الكلام اللي مكتوب وهبتدي أضيف أنا أي شيء أنا حابة يكون موجود عندي في التعارف. أنا ممكن حتى عشان أفضي مكان ممكن أشيل، أنا ببتدي أعمل بقى كاستمايز أو أي تنسيقات اللي أنا حباها، أنا ممكن عايزة أخلي بس رسمة
في صف، ممكن أخلي واحدة من هنا وواحدة من هنا كده، كل واحد بيبتدي يعمل التنسيقات اللي هو حاببها، وحتى الألوان لو أنا حابة أغير أي لون ممكن أغير الألوان اللي أنا حباها. خلاص طيب أنا هنا عايزة أعمل إيه؟ خلينا نكبر شوية. أول شيء أنا حابة هنا أضيفه إن هكتب هنا، هروح على التكست أو النص واختار النص اللي أنا عايزة. هنا طبعا دي القياسات بتاعة النصوص، هضغط على أي نص أنا عايزاه، أي حجم نص أنا عايزاه، أوكي، وهبتدي أسحبه كده وهكتب. كل واحد بقى حسب الكلام اللي هو حابب يتعرف بيه على طلبته. أنا اسمي مثلا، نقطتين كده، طبعا هبتدي أحدد الاسم والتكست، وهبتدي أتحكم في حجمه من هنا، أوكي، وأخليه مثلا بولد، تمام. وبعدين هروح من هنا على نوع الخط، طبعا عندي مجموعة كبيرة من أنواع الخطوط، أنا ممكن أكتب Arabic. لو كتبت في السيرش بتاع الخطوط الفونت هنا عندي كلمة Arabic، خلاص، أو عربي، هيطلع لي كل الخطوط اللي متاحة عندي باللغة العربية. شايفين في عندي مجموعة كبيرة من الخطوط باللغة العربية، أنا أبتدي إيه أختار أي مثلا شكل أنا حباه. كل دي الفونت دي متاحة كلها في كانفا، إني أكبر لكم كده عشان تشوفوا. ممكن الشكل ده كمان ظريف كأنه خط يد، أو ممكن نختار أشكال تانية. أهو نبتدي إيه أحدد الشكل اللي أنا إيه حباه في الخط اللي هيكون مكتوب، أوكي، تمام. أنا هختار مثلا ده، أو في عندي كمان اللي هو حاجة اسمها طفولي تقريبا، أهي ده كأنه إيه خط إيد كده، أهي شايفين. أوكي أنا اسمي، أصغر الخط شوية، وبعدين ممكن أعمل دوبليكيت منها. لما بحددها كده بيطلع لي القائمة المختصرة بتاعتها، بختار من هنا دوبليكيت أو تكرار. مثلا أنا حابة أكتب إيه؟ هوايتي، هوايتي هي، خلاص، كأن واحد بيعرف عن نفسه. نفس الشيء هختار دوبليكيت مرة تانية وهبتدي أكتب أصدقائي هم، أو صديقي أو صديقتي، صديقي هو، أوكي، وببتدي إيه أختار أي شيء أنا حابة أكتبه عشان ما أطولش عليكم. أي كلام أنا بحب أكتبه هكتبه، وبعدين هعمل أحدد طبعا إيه بشيفت، إزاي أنا هوقف على التكست ده، بعدين هضغط على شيفت من الكيبورد وأحددهم كلهم، أوكي، وبعدين هاخد منهم كوبي، أعمل كليك يمين وأختار كوبي، وأجي هنا وأعمل إيه؟ كليك يمين وبيست أو لصق، هاخدهم عندي هنا كمان أهو، وهبتدي إيه؟ أضيفهم في كل إيه؟ بانر، أو هيكون ليبل عندي ده. ممكن طبعا هنا اللون أغمق شوية، خلي اللون اللي مكتوب بيه أبيض عشان يكون أوضح. كل واحد طبعا ايه، انا سايبه التنسيقات دي، طبعا كل واحد هينسق ويكتب الايه الحاجات اللي حابب يتعرف بيها على طلبته هو ايه بنفسه. نفس الشيء انا هروح هنا واعمل ايه تيست مره اخرى، اوكي، ونفس الشيء هكرره في الليبلز ايه كلها تيست، وهيبقى عندي في الاخر بطاقات تعارف جميله ما بيني وما بين الطلبه. هنعمل بيها ايه زي استراتيجية ايه كسر الجليد ما بيني وما بين طلبتي، وهيكون شكلها حلو. طبعا ممكن لو انا حابة اني احط لاينز عشان اقص عليها، يعني مثلا انا هاجي كده وهروح انا، طبعا ممكن من الالمنتس او العناصر لو باللغة العربية عندي، هختار لاين، او عن طريق الكيبورد لو ضغطت على علامة الشرطة المائلة، خلاص هي هتطلع لي اللي هي الماجيك تول اسمها، او الشرطه المائله في الكيبورد، اللي هي هتلاقوها على عند حرف الميم بالعربي او حرف ال بالانجليزي. خلاص اول ما بضغط عليها هتطلع لي، شايفين اللي هي الادوات دي على طول لاينز. خلاص انا بختار مثلا انا عايزه اللاين ده، لو عايزه اضيف ايه لاينز انا ابتدي
ارسمها عشان اقص عليها خلاص، وابتدي ايه اضيف اللاين. هو بيضيف تحت، انا مش شايفاها اهو. هاخد اللاين وانا ابتدي احطه ما بين البانرز، وممكن اتحكم طبعا من هنا في حجم النقاط دي، وابتدي اسحبها للاخر تبقى زي دليل ليا ان انا ممكن اعمل ايه، اقص عليه. ممكن اخليه رفيع خالص كده عشان ايه ميبقاش باين، وابتدي ممكن نفس الشيء اخده اهي دبليكيت، وابتدي اكرره ما بين كل ايه بانر والتاني علشان ابتدي ايه اعمل اقص عليه. تمام. طبعا عندنا من التمبلت من القوالب في اشكال كتيره، ممكن يكون عندي اكتر من شكل واكتر من ثيم انا ممكن استخدمه. عندي ثيم الفضاء وعندي اكتر من ثيم، يعني لو اخذنا الثيم اللي وراه عايزه اوريكم ازاي ممكن نعدل عليه. مثلا لو عندي الثيم ده عجبني اوكي، وشكل الليبل اللي فيه ده اللي ممكن اكتب عليه صغير، انا ممكن اقف كده وابتدي اسحبه عندي كده، اكبره شويه عشان ابتدي ايه ممكن اني احط عليه تكست. طبعا هو غطت على الرسمه، فانا هقول له ايه send to back. انا عايزه باكورد، كمان باكورد، كمان باكورد. ببتدي انزله درجه درجه لحد ما اشوف ايه اللي بيظهر. بيبتدي يظهر الايه send backward كمان اهي، اظهر لي الحاجات مثلا اللي انا عايزاها، ابتدي ايه اتحكم فيها وفي اماكنها، وابتدي ايه اكتب انا في الايه اللي انا عايزاه. تمام. وممكن هنا انا عملت ايه زي كاستمايز او تخصيص للايه لاي تمبلت او قالب عندي انا عايزه اشتغل عليه. والان خلينا ننتقل الى الجزء الثاني من الفيديو، وهو كيفيه انشاء اللي هي الاستيكرز او الطوابع او البطاقات اللي ممكن اقوم بلصقها على دفتر المتعلم. نفس الشيء اختار كرييت ديزاين او انشاء تصميم لو بالعربي، واروح على الاي 4 قياس الاي 4، وهوريكم في الاخر ازاي انا ممكن احمل كل الحاجات دي وباي صيغه كمان انا هنزلها، سواء الستيكرز او بطاقات التعارف. خلاص دلوقتي انا دلوقتي فتحت عمل جديد اهي، صفحه جديده فارغه. انا عايزه نفس الشيء، هروح مثلا ستودنت ليبل او سكول ليبل او ليبلز بس. خلاص هكتب ستودنت بطاقات مثلا الطلبه، هيظهر عندي بالشكل ده. انا ممكن انا كل ده بستخدم قوالب جاهزه موجوده في البرنامج، لكن انا ممكن انا اخصص انا قوالب ليا انا، يعني ممكن انشاها فروم سكراتش كمان، يعني ممكن احط التصميم وابحث عن الصور. بس انا بوريكم اسهل طريقه ممكن استخدمها. انا هنا مثلا دي عندي اشكال الطوابع، في طبعا دلوقتي معظم الاولاد بيحبوا اشكال اللي هي الروبلوكس دي، اهي ممكن استخدم القالب ده، اكبره لكم شويه. طيب نفس الشيء انا هنا انا همسح الكلام اللي مكتوب اوكي، هنمسح طبعا اللي موجود كله، وهبتدي اكتب هنا مثلا اسم الطالب، هختار التكست، اختار الحجم ده واسحبها فوق، وهنكتب ايه اسم الطالب واحط النقطتين. طبعا وزي ما شفنا في بداية الفيديو ان انا ممكن اتحكم في نوع الخط واتحكم في كل شيء. اسم الطالب، نصغر الخط شوية اوكي. بعد ما كتبت اسم الطالب طبعا بيبقى فيه خطوط هنا ممكن اضيفها اللي هي اللاينز اللي بيكتب عليها الطالب، فانا هبتدي ممكن نفس الشيء اما من الاليمنتس، انا بوريكم اكتر من طريقه، واختار اللاين او اكتب كلمه خطوط اوكي، او الخطوط هتلاقيها من عندكم هنا، او لو ضغطت على الماجيك تولز وانا شرحتها في فيديو قبل كده ازاي استخدمها، اللي هي الشرطه المائله اللي في الكيبورد هي على طول بتحط لي الايه اللاين. وزي ما شفنا انا هتحكم فيه من حجمه وايه والويت بتاعه ووزن النقاط دي، وبعدين اضغط من هنا كده. طبعا لازم تكون ايدي على شيفت عشان ايه النقاط ما تبقاش، تبقى لما اتحكم فيها تبقى
على نفس الخط، وهنا هبتدي اوكي. انا ضفت كده اسم الطالب والخط اللي امامه اللي هيبتدي يتكتب عليه. طيب عايزه بعد اسم الطالب هعمل هوقف على اسم الطالب عشان يكون نفس الشيء. طبعا انتوا تحكموا في الخطوط براحتكم، مش هنعيد الخط تاني. بعدين هعمل ايه؟ سوري، انا هحدد اسم الطالب من هنا واختار من دوبليكيت او تكرار وهنزلها هنا كده، وهنكتب ايه؟ الصف، تمام. وهبتدي برضو هعمل ايه؟ دوبليكيت لللاينز وهضيفها هنا خلاص. وممكن بقى هنضيف كل البيانات، اسم المدرسة او لو في المادة هنبتدي نضيفها. ايه، انا بس بوريكم الفكرة خلاص. هبتدي اعمل ايه؟ انا ازاي هضيف كل ده؟ مش معقول هكتب كل ده تاني. انا هبتدي اعمل لهم ايه؟ من زر شيفت على الكيبورد حدد، مثلا حددت ده، ايدي تفضل على شيفت وابتدي احدد المجموعة كلها طبعا بالمادة بكل كل اللي هكتبه. اوكي، ممكن كمان اعملهم جروب، شايفين كلمة جروب؟ أو بكليك يمين أختار كلمة جروب خلاص، عشان يبقى أسهل لي في النسخ واللصق. وأنا هبتدي أخدهم كده الجروب بالكامل وأعمل له كوبي أو دوبليكيت وأسحبه على كل إيه؟ داخل كل بطاقة خلاص. أهي ده عملت له دوبليكيت، أعمل له وبكده هكرره على كل البطاقات. طيب انا لو حابه احط صور تانية، اي صور عايزه اضيفها من الاليمنتس، عايزه اعمل سيرش مثلا على كلمه سكول او روبليكس او ماريو او اي شخصيه من الشخصيات اللي بحبها ممكن اضيفها. طيب لو انا حابه اضيف صوره ابني، ممكن طبعا هروح على الابلود وهبتدي اعمل ايه؟ تحميل لاي ايه؟ صوره عندي من جهاز ابلود فايلز، وهحمل اي صوره من جهاز الكمبيوتر. انا هحط لكم صوره دلوقتي عاديه مثلا، عشان ايه؟ هحط مثلا بوي، كلمه بوي. انا هحط صوره عاديه، لكن انتوا طبعا لو حابين طبعا زي ما بقول لكم تحطوا صوره، كل واحد يحط صوره ابنه او بنته. ممكن هستخدم مثلا الصوره دي كده اوكي، ونبتدي نضيف صوره الطفل بالشكل ده هنا. وطبعا ايه؟ عشان التيتشر بتاعته او المعلمه تبقى فاكره شكل الطفل قدامها موجود على طول، وكمان ابني ما يتلخبطش مع لو حد بالخطأ خد كتابه او الكراسه بتاعته دفتره يكون عارف. طبعا هعمل لها نفس الشيء دوبليكيت وهكررها في كله. ممكن اضيفها من الاول واخليها جروب مع الاسم ومع كله، بحيث ان انا اعملها كوبي على كل الايه؟ البطاقات. طريقة الطباعة طبعا أنا في الآخر، سواء البطاقات الاستيك دي أو اللي هي البطاقات بالشكل ده، طبعا دي هطبعها على ورقة A4، وهنا ممكن أطبعها على A4 العادي وأنا أقوم بلصقها على الدفتر، أو إني ممكن أجيب الأوراق اللي هي الاستيكرز وأحطها في البرينتر وأطبع عليها وبوديها مكتبة يطبعها لي. طيب إزاي أحمل الملف ده على جهاز الكمبيوتر؟ هروح على شير، ومن شير هختار داونلودز. عندي اكتر من طريقه ممكن للداونلودز، ممكن انزلها، ممكن انزلها بصيغه جي بي جي تنزل عندي كصوره واطبعها على طول مباشره، او استخدمها انزلها بصيغه ايه؟ بي دي اف اللي هي ستاندرد، وهيبتدي ايه؟ اعمل داونلود وهيبتدي ينزل عندي على ايه؟ جهاز الكمبيوتر التصميم اللي انا قمت بتصميمه. وطبعا ايه؟ انا ممكن اصلا اي شيء من ده اغيره، ومن الاليمنتس ابتدي ايه؟ انا اشوف انا حابه اضيف ايه، او اطفالي بيحبوا ايه الاستيكرز او الاشكال اللي ممكن يكونوا حابينها، او الشخصيات اللي بيكونوا حابينها. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وتابعونا ان شاء الله. عندنا سلسله كبيره من شروحات في كانفا وبرامج اخرى كثيره ان شاء الله تفيدكم خلال العام الدراسي الجديد. وكل عام وانتم بخير، انتم وابنائكم وطلابكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.